يبدو أن ضجيج قانون المالية تحت قبة البرلمان لم يتردد صداه بعد في شارع الجزائري الذي تنتظره زيادات في أسعار المواد الموجهة للاستهلاك، وهذا برفع الدعم وتعويضه بدعم نقدي موجه للفئة الهشة حسب المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022. أرفع ماشي الشهرية، أرفع المستوى المعيشي ويكون أني كيليب توازن، ومدابية تاني خبراء الاقتصاد والتسيير هما اللي يتحدوا هاد المواضيع حساسة جدا جدا جدا. بالنسبة للفقراء الدور تاع رؤساء البلديات هما اللي على بالهم في الأحياء نتاعهم، لجون الأحياء، اللجنة تاع الأحياء هي اللي على بالها شكون الزوالي شكون اللي ما عندوش شكون. صح إذا واحد يخلص مليح ولا ما على باليش أنا يخلص مليح، علاش يستفاد كيما الشعب هادو زوالة يستفاد معاه؟ واحد يخلص 10 ملايين 15 مليون يستفاد معاه واحد زوالي. بين تراجع القدرة الشرائية والدخل المحدود للطبقات الاجتماعية الفقيرة، زيادات أسعار المواد الأكثر استهلاكاً باتت تشكل هاجساً يؤرق المواطنين في رحلتهم للبحث عن حياة كريمة. رانا رايحين نسي ملقات يا عباد الله، احنا اللي رانا في الميدان كجمعيات كمجتمع مدني، الناس ملقاتش تشري كيلو بطاطا باش تعشي عائلتها ولادها تنتحر. الناس اي كما قال لك يتشف، اي ما كاش كاين اللي يخدم عنده شهريه، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما ياكلش. انا كمواطن راني نعاني، مازال راني نخلص 1800، واش حد 1800؟ ما دير لي والو 1800، نديرها في الكلا ولا نديرها في الزيت ولا نديرها في. وتبقى آمال المواطن الجزائري معلقة على ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني وعلى طاقم حكومة بن عبد الرحمن بالتشريع وسن القوانين التي تكون في خدمة المواطن والتي من شأنها الرفع والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الهشة والفقيرة.